لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا حول أذكار الصباح والمساء، وقد انتهينا بحمد الله تعالى في اللقاءات السابقة من شرح الأذكار والأدعية التي ذكرها الإمام المنذري رحمه الله في الفصل الذي عقده حول أذكار الصباح والمساء، أو ما يقوله المسلم في الصباح والمساء. ولما كان قد اشترط في كتابه شرطا، ألا وهو ألا يذكر فيه إلا الأحاديث التي فيها ترغيب وترهيب، لما كان الأمر كذلك فإنه قد ترك عدة من الأحاديث والأذكار المسنونة التي ثبتت في السنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها في الصباح والمساء. ولذا أحببت، ولتكتمل الفائدة، أن نتناول تلك الأدعية التي وردت في كتب السنة والتي ليست على شرط الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، ليكتمل لنا بإذن الله تعالى وفضله وتوفيقه شرح لأذكار الصباح والمساء كاملة. لذلك سنتناول إن شاء الله في لقاءين أو ثلاثة باقي الأذكار والأدعية التي ثبتت في السنة وكان يقولها صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. من هذه الأذكار ما رواه البخاري عن أبي هريرة، من هذه الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء قوله: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي المساء نقول: أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما المقصود بهذا الذكر وهذا الدعاء إخواني؟ وكثير من المسلمين وأكثرنا للأسف يردد الأذكار بغير فهم لمعانيها وتدبر لما فيها من المعاني الإيمانية والتربوية، وبالتالي يكون الأثر ضعيفا في الواقع وفي السلوك، ويكون الأجر أحيانا أيضا قليلا بسبب ذلك وبسبب الغفلة والسهو. قوله صلى الله عليه وسلم: أصبحنا على فطرة الإسلام، يعني دخلنا في وقت الصباح ونحن مقيمين على فطرة الإسلام متمسكين بها، وتلك نعمة عظيمة وهي نعمة الثبات. وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بل كان يكثر من القسم بذلك فيقول: لا ومقلب القلوب. ذلك لأن القلب يتقلب والإيمان يزيد وينقص، فتجد الإنسان طائعا متذوقا للذة الإيمان وحلاوة الطاعة، ثم أحيانا تجد عنده شيئا من الكسل والفتور عن الطاعة والذكر، فيترك ربما بعض النوافل والسنن، وربما وجدته متلبسا ببعض الصغائر، وربما تطور الحال فتلبس ببعض الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما ازداد الأمر سوءا فواقع شيئا من الكفر عياذا بالله تعالى. فإما أن تدركه رحمة الله ويراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه، وإما أن يخرج من الدنيا بغير ما دخل فيها أو على غير ما دخل فيها، كما ذكرنا في الخطبة التي قبل الخطبة السابقة حينما سألنا هذا السؤال: هل من الممكن أن يولد إنسان ويكتب في شهادة الميلاد الديانة مسلم، ثم في تصريح الوفاء الديانة كافر ديانة أخرى؟ وبينا أن ذلك ممكن وقد وقع لبعض الناس بالفعل نعوذ بالله. فلذلك
يشتد خوف المسلم من ذلك وحذره، يشتد حذر المسلم من ذلك ولأجل ذلك وخوفه، لأن القلوب تتقلب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأي قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأي قلب أراد أن يزيغه أزاغه. قد بيّن الله ذلك في كتابه فقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن الزيغ وقع منهم، والانحراف وتقليب القلوب إنما كان نتيجة لذلك وترتب على ذلك، كما قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، حينما أتاهم الإيمان فأعرضوا وأبوا واستكبروا، فكانت العقوبة أن قلبت قلوبهم وصرفت عن الحق عياذا بالله. ولذلك وجدنا أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: يا ولي الإسلام وأهله، مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه. من يقول هذا الدعاء؟ نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى بلا شك أن نكثر من ذلك. وربما وقع هذا التحول وذلك الانقلاب في الأيام الأخيرة من عمر العبد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني ما كتب في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس كذلك. وكما نعلم أن الله عز وجل عليم حكيم، لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى، وإنما القلوب ربما تكون قد انطوت على دسائس خبيثة من النفاق والعجب والغرور وغير ذلك من الآفات والأمراض التي ربما تؤدي إلى انقلاب الإنسان وتحوله عياذا بالله تعالى. لذلك يا أحبتي، حينما نردد أصبحنا على فطرة الإسلام، لابد أن نستشعر هذا المعنى، أن الله ابتداء خلقك مسلما موحدا، وتلك نعمة، وأنك في غاية الحاجة وفي شدة الاحتياج إلى الله أن يثبتك على هذه الملة وعلى هذا الدين، وألا تتحول وألا تتغير وألا تنقلب عنها، لأن الشبهة والفتن خطافة وقوية وشديدة، والقلوب ضعيفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيحتاج الإنسان إلى استشعار معنى العجز والافتقار والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، في أن يمن عليه بالثبات على هذه الفطرة، فطرة الإسلام، وعلى هذه الملة، حتى يلقاه غير مبدل ولا مغير، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني غير مفتون، أو فاقبضني إليك غير مفتون. فحينما تردد في الصباح أصبحنا على فطرة الإسلام، احمد الله أن جعلك مسلمة، احمد الله أيضا أن جعلك طائعة، احمد الله كذلك أن جعلك ذاكرة فغيرك غافل، احمد الله على كل هذه النعم، فحمده وشكره من أسباب ثبات النعم وبقائها وزيادتها. وفطرة الإسلام هي الدين الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. والفطرة هي التوحيد، كلمة الإخلاص، دين الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، كما قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلو أن الإنسان ولد وترك بلا مؤثرات من حوله، فإنه ينبت وينشأ موحدا مسلما منيبا مخبتا إلى الله سبحانه على الفطرة، لكن الواقع والبيئة هي التي تغير وتلوث هذه الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما يحتاج إلى ذلك بالنسبة للإسلام، لأنه في الأصل مسلم، ولد مسلما، كل مولود يولد على الفطرة. وهذه الفطرة كما ذكرنا ربما تتغير وتتلوث، هذا القلب الأبيض النقي الذي وهبك الله سبحانه، وتلك الفطرة النقية يجب عليك أن تحافظ عليها وأن تعتني بها، وألا تتركها للفتن وللملوثات وللشبهات حتى لا يسود القلب. وكذلك فعل المعاصي والذنوب، فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء،
فإذا زاد زادت حتى يسود القلب والعياذ بالله تعالى. فإذا تاب واستغفر إذا نزع وتاب واستغفر صقل قلبه، يعود إليه نقاء القلب وبياضه. فنحن نحتاج أن نلقى الله بهذا القلب وهو على الفطرة، وهو نقي غير ملوث بالشبهات والشهوات وغير ذلك مما يكدر صفاء هذا القلب. وهذا إنما يكون بحسن التوكل على الله، لأنه لا يحفظ عليك دينك وإيمانك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يثبتك على صراطه ويحفظك على هذه الفطرة وبها إلا هو سبحانه. ثم أيضا أسباب أنت تأخذ بها من حرصك على تعلم الوحي كتابا وسنة، حضور مجالس العلم، باجتهادك في طاعة الله عز وجل، إتمام الفرائض وإلحاق الفرائض بما تيسر من النوافل، فتكون كالحرس والحريم لهذه الفرائض حتى لا يحصل لها شيء من الخلل أو النقص. وإذا كان الحساب يوم القيامة تكمل ويكمل النقص في الفريضة من النافلة. كذلك التحرز من مواقعة المحرمات والجرأة عليها، بهذا كله تحافظ على هذا القلب وهذه الفطرة من أن تتلوث وتتغير وتتبدل. أصبحنا على فطرة الإسلام، تستحضر أيضا كم من الناس من يتغير ويتحول ويتقلب. لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل ريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن. إذا كانت ريشة في صحراء ماذا ستفعل فيها الريح؟ كذلك القلوب إلا من ثبته الله عز وجل. نسأل الله الثبات على دينه، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن تتخطف هذه القلوب عياذا بالله صباح مساء. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، كيف؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. كم من الناس ممن يبيعون دينهم وبالفعل يبيع دينه بعرض من الدنيا عياذا بالله تعالى، حينما يسب ربه، وحينما ينتقص شرعه، وحينما يستهزئ بنبيه ورسله، وحينما يواقع المعاصي ويفجر ويكذب وينافق وغير ذلك، سواء باع الدين كله وخرج منه بالكلية فكفر، أو واقع شيئا من الكبائر والموبقات والعياذ بالله تعالى، وتلطخ بهذه القاذورات، ولا ندري هل ستيسر له توبة قبل الموت أم سيموت مصرا على هذه المعاصي فتسوء الخاتمة عياذا بالله تعالى. استحضر كل هذه المعاني أخي حينما تردد أصبحنا على فطرة الإسلام. استحضر أيضا أن هذه الفطرة وذاك الدين هو أمانة استأمنك الله عز وجل عليها، وأنك لست كغيرك ممن ينتسب للإسلام بالاسم، بالهوية، الديانة مسلم، ثم هو بعد ذلك إذا نظرت في سلوكياته وأفعاله وألفاظه وكلماته تجد بونا شاسعا وهوة كبيرة ساحقة بينه وبين الإسلام. ما دورك في نشر هذا الدين الحق؟ إذا كنت تعتقد أن هذا الدين هو الفطرة، وأنه الدين الحق، وأنه الذي لا يقبل الله دينا غيره، فهل تنافح عنه؟ هل تدافع عن هذا الدين؟ هل تنصر هذا الدين؟ هل تنشر هذا الدين؟ كم من الناس أسلم بسببك؟ بل كم من المسلمين أطاع الله بسببك؟ هل أنت ممن يعمل للإسلام أم أنت حمل على هذا الدين وهذا الإسلام؟ ما دورك؟ كم تبذل للدين؟ بما ضحيت من المال، من الوقت، من الجهد، من الأولاد الذين تحرص على تعليمهم هذا الدين وتربيتهم تربية صحيحة سوية؟ هل تعيش حياتك للإسلام فعلا؟ حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك لنا هذه الأمانة، ماذا فعلنا فيها؟ هل أنت تستشعر ثقل التبعة وعظم المسؤولية؟ وكم من الناس يموت صباح مساء على غير الإسلام، وربما بعضهم ما أوصل إليه أحد هذه الأمانة وتلك الرسالة. سنسأل يوم القيامة عن هذا التقصير والتفريط. هل أنت داعية لهذا الدين؟ هل أنت في عملك وفي بيتك وفي مسجدك وفي حيك تعامل الناس بأخلاق الإسلام دعوة لله سبحانه، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ كيف تعتقد عقيدة ولا أثر لها في واقعك؟
حينما تعتقد أن هذا الدين هو الحق أنه الفطرة، أين أثر ذلك في الواقع؟ أين أثر ذلك في حياتك؟ أين دورك في الدفاع والمنافحة والمدافعة عن هذا الدين في حين ترى أصحاب الأديان الباطلة المحرفة والعقائد المنحرفة والفرق الضالة صباح مساء يبذلون ويتحركون ويقتلون المسلمين ويسفكون دماءهم ويبذلون أوقاتهم وأموالهم نصرة لمذاهبهم الباطلة المحرفة؟ فهل ما أنت عليه هو الصدق؟ هل ما أنت عليه موافقة الواقع والحال للمقال الذي تقوله والذي تردده حينما تقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد؟ أين أنت من دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحارب صباح مساء وليل نهار؟ ما دورك في الحفاظ على هذا الدين وتعلم هذا الدين والعمل بهذا الدين ونشر هذا الدين؟ لابد من وقفة مراجعة، لأن الأمر ليس بالكلام، بل لابد من الحساب على الأفعال والأقوال وما يصدر من الإنسان. أصبحنا على فطرة الإسلام، دين الإسلام وكلمة الإخلاص، كلمة الشهادة التي امتن الله عز وجل بها عليك، والتي هي أعظم نعمة يحصلها الإنسان من هذه الدنيا، إذ يخرج من النار أقوام ما عملوا خيرا قط، ليس معهم سوى لا إله إلا الله. لتدرك وتعرف وتوقن قدر هذه الكلمة وعظم شأن هذه الكلمة، تلك الكلمة العظيمة التي خلق الله السماوات والأرض لأجلها، وأرسل الرسل لأجلها، وأنزل الكتب لأجلها، وكان الصراع بين الحق والباطل الذي لا يزال مستمرا إلى قيام الساعة لأجل هذه الكلمة. فما دورك أيضا في نصرتها وفي العمل بها وفي نشرها؟ هذه الكلمة التي لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بالإقرار بها والنطق بها، ثم يتفاوت الناس في قدرهم وحظهم من الدين بمقدار العمل بمعناها ومقتضياتها، ولا ينتفع أهلها بها يوم القيامة إلا إذا حققوا شروطها كالإخلاص والمحبة والعلم واليقين وغير ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم، وليس أنها مجرد كلمة قال. وإلا لو كانت كلمة قال لقالها أبو جهل وقالها أبو لهب وانتهى الأمر. هم يعرفون أن لها تبعات وأن لها شروط. نعم، حينما يتلفظ العبد بها يثبت له حكم الإسلام، ولكن هذا ثبت لك عند الناس في الدنيا، لكن هل أنت عند الله مسلم أم منافق؟ هل وافق لسانك قلبك؟ هل أنت فعلا تعيش وفق هذه الكلمة؟ إن لحظة الموت أحبتي ولحظة السكرات لحظة فاضحة أو لحظة رافعة للإنسان لأعلى الدرجات، تفضح أصحاب القلوب الفاسدة، تفضح المنافقين الذين رددوا هذه الكلمة بألسنتهم ولم يعيشوها في واقعهم ولم يعيشوها بقلوبهم، فإذا بهم يفضحون عند الموت، ما يستطيعون نطق لا إله إلا الله. كذلك ترفع أهلها الذين عاشوا عليها، فتجد سهولة ويسر في نطق هذه الكلمة وفي ختام حياتهم بلا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخلاصك لله سبحانه، كلمة الإخلاص كما تقرأ سورة الإخلاص، أعمالك كم فيها من إرادة غير وجه الله؟ هل وقعنا في شيء من الرياء؟ هل وقع مني شيء من العجب والغرور؟ هل عندك شيء من التعالي والفخر على الناس؟ تراجع قضية الإخلاص أيضا حينما تردد، وكلمة الإخلاص كم في سلوكياتي من أشياء وأفعال لا ترضي الله سبحانه وتعالى؟ كم من العبادات حتى ربما أردت بها وجه الناس وثناء الناس ومدح الناس، أو حتى فعلتها لله سبحانه فأثنى علي الناس فحصل عندي شيء من العجب والغرور والتفاخر وغير ذلك؟ لابد من وقفة مراجعة. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أين أنت من اتباع سنته؟ أين أنت من الحرص على ذلك؟ هل مظهرك يذكر الناس باتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم، أم تفعل كما يفعل السفهاء من السخرية بمظهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما هذه الشعارات التي ترسلونها في أذقانكم؟ ما الفائدة من إطلاق هذه اللحى وغير ذلك من السخرية؟ وما درى هؤلاء المساكين أن المحب متبع،
بقدر ما يكون في قلبك من الحب يظهر على سلوكك وأفعالك من أثر هذا الاتباع، بل يضحي في سبيل ذلك بالغالي والنفيس كما كان الصحابة يفعلون. كيف وإذا كان الأمر واجبا وقد أوجبه عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمر اللحية مثلا التي ربما تساهل بها الكثيرون، ولها من الأحاديث وورد فيها من الأحاديث الكثير الثابت ما يقرب من 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنت لا تطبق الأمر إذا ورد فيه ما يقرب من 20 حديثا، فمتى إذن تنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أنك خرجت من المسجد فلقيته وقابلك وسلمت عليه فقال لك لما لم تعفي لحيتك، لما لم تطبق الأمر الذي أمرتك به، ماذا ستقول وكيف سترد وكيف ستقابله وتواجهه حتى ولو كانت سنة؟ وهي ليست كذلك بل هي واجبة كما ذكر أهل العلم، وما وجدنا أحدا رخص في ذلك وفي حلقها كما يظن البعض. ولذا حينما تردد ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحاسب نفسك، ماذا عندي من التقصير والتفريط، ماذا عندي من التقصير والتفريط في الواجبات، ثم ماذا عندي من التقصير والتفريط في النوافل والمستحبات. إن كثيرا من شبابنا ربما تجده يقلد أصحاب الكرة ولاعب الكرة وأهل الفن والتمثيل في أشكالهم وفي زيهم وفي ملابسهم، وذلك بسبب محبة في قلبه لهم. فكيف يكون حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم حينما يبلغك أمره أو يصل إليك نهيه؟ وإن بعض الأزواج ربما يترك شيئا لأن زوجته لا تحبه لأنه يحبها، فكيف يكون حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون دافعا لك للعمل بسنته والحرص على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم؟ إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا معصفرا فأعرض عنه وأشاح عنه، ما قال له شيئا وما نهاه عن لبسه، وإنما أعرض فقد ذهب ونزعه ووضعه في التنور في النار أحرقه. فلما سأله عما فعل به قال سجرتها التنور. قال هل ألبستها بعض أهلك؟ يعني كأنها هي تصلح للنساء وليست للرجال. كانوا يلتزمون ويمتثلون بالنظرة، بالنظرة فقط وليس بعشرين حديثا مثلا أو أزيد أو أقل. ولذا مكن الله عز وجل لهم، كان لحب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم أثرا في واقعهم، وليست مجرد كلمات تقال ونردد المدائح في حب النبي صلى الله عليه وسلم والأناشيد ثم تنظر للواقع تجد البون الشاسع بين ما نردده وما نفعله. دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث صلى الله عليه وسلم حتى تؤخذ كتب السنة وتوضع على الأرفف، وإنما لتطبق في الواقع، لنعيش ذلك واقعا، لنعيش أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أمس وما أشد الحاجة في هذه الأيام للأخلاق في المواصلات وفي الأعمال وفي البيوت وفي المساجد حتى وفي الطرقات، أزمة أخلاق فعلا نعيشها. ونبينا مدح بقوله تعالى وإنك على خلق عظيم، فأين نحن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا على دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم حقا؟ هل أنا فعلا حريص على هذا الدين ممتثل لهذا الدين؟ أم أردد أشياء ثم أنا من يغش في تجارتي، أو من يأكل أموال الناس بالباطل، أو يظلم الزوجة والأولاد، أو يضربهم أو يسبهم أو يشتمهم؟ يا أخي كن صادقا مع الله سبحانه وتعالى. كيف تردد كلمات وأنت تكذب فيها على الله سبحانه وتعالى؟ أنت تردد أنك على دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هل الغش الذي يكون والسرقة وسوء الخلق والسب واللعن والظلم وغير ذلك، هل هذا دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ كالذين مثلا تجد أحدهم يدعوك لعرس وهو يقول مثلا في أول الكلمات يعني على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصدق، طيب هل هذه الأفراح التي أقمتها بهذه المنكرات، هل هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ على من تضحك، على من تضحك ومن تخادع؟ لنكن صادقين إخواني حينما نردد هذه المعاني وتلك الأذكار ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم. الملة هي الدين والشريعة التي كان عليها الخليل إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، حنيفا أي مائلا إلى الدين الحق تاركا الأديان الباطلة. فأنت مخلص في تمسكك بهذا الدين، في ثباتك عليه،
وتأمل هذه العلاقة بين الأنبياء جميعا، فكل الأنبياء دينهم واحد، إخوة لعلات اللي هم الإخوة لأم، دينهم واحد، الإخوة لأب يعني أمهاتهم مختلفة وأب واحد، كذلك الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام وإن اختلفت الشرائع. ليس لأنني مسلم مثلا أسب المسيح مثلا أو عيسى أو موسى عليه السلام، لا، بل هؤلاء رسل الله وأنا أؤمن بهم جميعا، وهذه أعظم فرص النجاة يوم القيامة أنك تؤمن بكل الرسل خلافا لغيرك الذي يؤمن مثلا بموسى ويكفر بعيسى ويكفر بمحمد، ففرص النجاة في حقه تقل، فاحمد الله على هذه النعمة العظيمة. ثم أنت حينما تقول حنيفا يعني مائلا إلى الحق عن الباطل، أيضا تنظر في إخلاصك وتنظر في توحيدك، وهل وقع منك شيء من الشرك كالذين يعلقون مثلا حدوة الفرس وفردة الحذاء والحجاب والخمسة وخميسة والخرزة الزرقاء وغير ذلك من الشركيات والتمائم والأحجبة؟ هل أنا فعلا حنيف مسلم؟ هل أنا فعلا مائل إلى الحق ومائل عن الباطل، مائل إلى الدين الحق تارك للباطل؟ هل أنا فعلا حينما أردد هذه الكلمة أحققها في واقعي؟ ثم تأمل للتأكيد وما كان من المشركين، وما كان من المشركين، إسلام وانقياد واستسلام لله سبحانه وتعالى، ومعه خلوص من الشرك، لأن الشرك إذا جامع الإيمان أفسده. إذا كان الإنسان مؤمنا أو مسلما وواقع شيئا من الشرك الأكبر فسد عليه أمر دينه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ليس لك عذر في أنك لا تتعلم دينك، لا تتعلم العقيدة الصحيحة. الدكتور في كلية الهندسة يسأله بعض الطلاب لما لا تصلي معنا، فيتردد ويتلعثم ثم يفجر القنبلة والمفاجأة، يقول أنا لا أعرف الوضوء. طب دكتور في هندسة لا تعرف الوضوء وأنت في بلاد المسلمين؟ وآخر يأتي لبعض المشايخ يقول له يا شيخ والله أنا طلقت مراتي الطلقة الرابعة، أعمل إيه؟ الطلقة الرابعة؟ أنتم بتعملوا إيه يعني؟ أو أين أنتم من الإسلام وأين أنتم من الدين؟ وانتبه، علينا نحن مسؤولية أيضا حينما تأتي أنت مثلا لدرس العلم وتترك جيرانك وأصحابك وإخوانك على ما هم عليه من الجهل. كأن المسؤولية لا تعنيك، يجي ما يجيش، يتعلم ما يتعلمش، ملناش دعوة، خلي الناس تولع. ليس هذا شأن المسلم أبدا، بل أنت حريص على أن تتعلم وأن تعلم غيرك وأن تنشر الدين بين الناس وأن تنشر الإسلام والتوحيد وأن تحارب الشرك. حينما ترى الشركيات لا يهدأ لك بال حتى تحارب ذلك اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي أتى لاقتلاع الشرك من القلوب ومن البلاد كذلك. إذا قلت وما كان من المشركين، فما دورك في محاربة الشرك؟ هل أنت حريص على أن تدرس أنواع الشرك وصوره حتى تجتنبها؟ هل أنت حريص على أن تحارب ذلك في الواقع وأن تعلم الناس التوحيد؟ هل أنت ممن يوزع كتيبات التوحيد على الناس ويعلم الناس التوحيد؟ هل أنت ممن يوجه الناس إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة؟ لنكن إخواني صادقين، إذا رددنا مثل هذه الأذكار أن ننظر في واقعنا، هل نحن نعيش عليها ونعيش وفقا لها، أم هي كلمات تقال باللسان ثم الواقع يخالفها؟ وثمت أذكار أخرى إن شاء الله نتكلم عنها في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.